محمد علي خير في رمضان جر شكل على الراديو 90 90. كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر دايما بألف خير. رمضان كريم عليكم يا رب وعلى كل المصريين. ودايما بنقول حفظ الله مصر شعبا وجيشا ونيلا من كل سوء، ونكرر الدعاء ده كتير قوي في رمضان لعل الله يستجيب، وإن شاء الله يستجيب. حلقة النهاردة تاني هتكون مع ضيفي الكريم القامة والقيمة الصحفية والفكرية الكبيرة الأستاذ مكرم محمد أحمد، لأن امبارح الوقت خلص ومعرفتش أجر شكله، قلت له لا لازم تيجي وأجر شكلك تاني. خلينا على طول نجدد التحية والترحيب بضيف وضيفكم الأستاذ مكرم محمد أحمد وندخل معاه في السؤال على طول نجر شكله. مكرم محمد أحمد كتب في ديسمبر الماضي مقالا بعنوان الأحزاب ترقص تحت السلم، هل لازلت عند رأيك؟ أسف أنا زعلان جدا على الأحزاب الوطنية، وعمال أشوف أنه هذه الأحزاب بالفعل ما فيش كل حزب فيه حريق. نعم. كل هيئات العليا للأحزاب ضبين في خناقات مع بعض، ما فيش ديمقراطية حقيقية داخل هذه الأحزاب. طب ودينا ننتظر منها ايدي الأحزاب؟ وأيضا والأكثر من ذلك عجزها على أن هي تستوعب الشباب الجدد. طيب هل سيكون للأحزاب دورا في البرلمان القادم؟ لا أظن أن سوف يكون. أستطيع أن أنا أقول لك بالضبط كده، الإخوان المسلمين لن يكون لهم وجود ضخم لأن الشعب، لكن سيكونوا موجودين تحت القبة. يكونوا موجودين بنسب ضعيفة. نعم. حزب النور، لأن حزبهم سوف يصيبهم غزاز جماعة الإخوان المسلمين. نعم. لأن الناس في ذهنها أصبحت تفصل بين الدين والسياسة. يعني الجماهير المصرية سوف يكون هناك ممثلين للعصبيات الأسرية التقليدية اللي هم بيسموهم أنصار الحزب الوطني، وهم مش أنصار الحزب الوطني، ده أنصار الحزب الذي يحكم. نعم. سوف يكون هناك وجود برضو للرأسماليين ولأصحاب الأعمال، هناك فرصة كبيرة للمرأة المصرية لأن الشعب المصري أسقط كل الموانع. يعني التمثيل الحزبي داخل البرلمان مش هيكون واضح او مش هيكون واضح ومش هيكون عالي. ايه رايك في موضوع التحالفات الانتخابيه والقوائم الموحده، وليه فشلت كل محاولات التحالف على قائمه موحده حتى الان؟ هذا السبب، لان كل انت تتصور ان القائمه بالقائمه التحالف سوف تستعيد عنها، سوف تمكنك من ان تستعيد بدلا من جراس روتس ووجودك في عمق الشارع المصري، أنت تستعد عنده بلعبة سياسية وقوائم. وعشان كده في الانتخابات البرلمانية الأخيرة جاءت مجلس الشعب، شفنا على رؤوس القوائم ناس ليس لها علاقة على وجه الإطلاق لا بالشارع ولا بفئات الشعب، مجرد أنه القوائم حطتها في مكان على متقدم. رأس القائمة لا أريد أن أسمي وجميعنا يعني معروف. أنصار الرئيس السيسي أستاذ مكرم بيحسدوا الزعيم جمال عبد الناصر على الإعلام في زمنه، إيه هو شكل الإعلام المطلوب النهاردة بجوار السيسي؟ أولاً أصعب ناصر قد مدى بكل سلبياته وبكل إيجابياته ولا يمكن أن يعود. نعم. لأنك لن تستطيع أن تستعيد زمن مضى على وجه الإطلاق. وأظن أنه من الصعب كمان جداً أنه إعلام الحشد الذي يقوم على تجييش الناس وراء العصر اختلف. اختلف وتركيبة الشعب اختلف. وتركيبة الشعب قد اختلفت، وبالتالي أنت تطلب المستحيل. عليك أن تفهم أنه الخير في هذا التنوع، أن هذا التنوع تعترف به، تقبله، تتعامل معه بالفعل في إطار الحقوق المتكافئة للجميع، وتقبل الرأي الآخر قبولا حقيقيا. لأنه الإعلام أصبح عنصرا رئيسيا اليوم. لا طيب، ومع ذلك والإعلام أيضا ينبغي أن يكون فيه الرأي ورأي الآخر وفيه الرأي الآخر. يعني لا نستطيع على وجه الإطلاق أن نقول والله أن الإعلام المصري طبعا واحدة كما كان. لا ليس، فالإعلام المصري موجود فيه الرأي ورأي الآخر، ولكن الإعلام المصري الآن أصبح محطا أو مكانا لتصويب السهام ضده، وأصبح محلا للنقد الشديد لسبب بسيط. يعني أنا بعضه جاي من عدة أفكار. واحد، أولا أنك لديك محطة تلفزيونية حكومية واحدة، أصبح لك عشرات المحطات الخاصة
ليس لها ميثاق شرف الصحفي للتعامل، ليس للصحفيين الإعلاميين الموجودين فيها نقابة تحاسب هؤلاء أو ترقيهم أو تؤاخذهم أو تطبق ميثاق الصحفي. فضلاً برضو عن سيطرة رجال الأعمال على هذه الأدوات، لأنه في النهاية كل رجل أعمال يعني يحب أنه هو صحيح هو مش موجود في الصورة، لكن لديه ممثل يتمثل في أنه والله أنا موجود هو يعني، وأقدر أأذي وأقدر أشكم. وأصبح من الطبيعي أن في كل محطة تلاقي فيه واحد كده يعني موكل إليه هذه المهمة. لكن في النهاية طبعا في عدم حرفية، في تعميم مخل، في توجيه اتهامات بغير دليل. لكن كل المآخذ المهنية التي يمكن أن نأخذها على الصحافة والإعلام المصري لا يمكن إطلاقا أن تقلل من الدور الذي يلعبه الإعلام المصري في إسقاط جماعة الإخوان. نعم، وأنا متفق مع حضرتك. ولا يمكن أيضا أن هي تقلل من مكانة هذه. هناك كتاب شباب يبتدع صيغ جديدة للكتابة جيدة. نعم. لهم أدواتهم في الوصول إلى الرأي العام. يعني وأعتقد أن العيوب المهنية دي ناتج عن فوضى موجودة في الصحف القومية والصحف الخاصة. زمان كان الواحد بيخش الجرنان يلاقي حد يتعهده، حد يعلمه ازاي يكتب، حد يمزع لك الورق اللي انت كتب فيها الخبر. دلوقتي لا، جديد. دلوقتي كان في مدارس الأهرام مدرسة، وأخبار اليوم مدرسة، ورجل مدرسة. دلوقتي كلهم بيتعلموا شيطاني، لأن ما فيش حد فاضي يربي حد. مع محمد علي خير على الراديو 90 90، على الراديو 90 90، جر شكل. عدد الصحفيين الأعضاء نقابة الصحفيين حالياً في حدود 10,000 صحفي. تفتكر مصر تحتاج لمثل هذا العدد؟ لا، ولا تحتاج إلى مثل هذا العدد الضخم من كليات الإعلام اللي موجودة في كافة الجامعات المصرية. يعني أنت بتطالب بإغلاق هذه؟ لا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع. طب العشر تلاف صحفي إحنا محتاجين منهم كم صحفي فعلا؟ أعتقد إنه أنا هقول لك على تجربة. أنا كنت مدير التأهيل الأهرامي سنوات طويلة. نعم. وكنت آخر الليل كده أقعد أحسب الأهرام صدر بجهد كام زميل بما فيهم بقى المراجعة وما فيهم بتاع المعلومات وما فيهم. كنت لقيه انه هو في المتوسط ما بين 42 و60 واحد. يا الله. نضرب هذا الرقم في عدد الصحف نوصل للرقم. يعني في وفرة، في زحام في الصحف المصرية. وللأسف في هذا الزحام نسبة من يحققون ذواتهم قليلة. عشان كده تلتفت تلاقي الصحف المصرية تنغل بالخلافات والمشاكل الجانبية والكراهية وعدم التعاون والتجسس على الرواتب والمداخيل، لأن مفيش حاجة شفافة وواضحة. هل حضرتك على تواصل مع إبراهيم نافع وسمير رجب وإبراهيم سعدة؟ يعني تقطعت بين السبل. إبراهيم مش موجود، سمير عايش في عزلة. يعني حاليا لا يوجد أي تواصل؟ لا يوجد تواصل. كشفت حضرتك بعض نقاط خطاب الرئيس السيسي قبل أن يذاع، هل ده كان توقع ولا مكرم محمد أحمد لا يزال يكتب خطاب الرئيس؟ لا أكتب خطابات الرئيس وليس لي. طب جبت القدرة دي على التنبؤ؟ لأنني أقرأ الواقع اللي موجود كما يقرأه أي صحفي نشيط، وأعرف مشاكل هذا البلد على نحو جيد، وعارف العيوب الموجودة، وعارف شعبي كويس، وعارف إيه مطالبه، وبالتالي ولي خبرة برضو. يعني طبعا 60 سنة في الهم ده. إيه رأي حضرتك في ظاهرة الصحافة الإلكترونية؟ ولماذا ترى أن فرص انضمام الصحفيين الإلكترونيين للنقابة أمرا صعبا؟ لأن هم اللي حطوا نفسهم في المشكلة الصحفية. ليه بس؟ لأنه في النهاية أنت عاوز تعمل نقابة إلكترونية. نعم. لابد أن تعطيني تعريفا واضحا للصحف الإلكتروني، لأننا لو قبلتك النهاردة ما الذي أفعله للبلوجرز المدونين؟ لدينا أكثر من 17-18 ألف مدون. طب كيف يمكن
ان انا ادخل دول النقابه. طب ما نغير التشريعات بما يعني بما يتماشى مع مقتضى الحال. وده يتطلب اولا من الذي يقوم على عاتقه بمهمه تعريف الالكتروني للصحف الالكتروني تعريفا جامعا مانعا بحيث ينصب عليهم وحدهم، لانه ما فيش نقابه تقدر تقوم بواجبها تجاه 14,000 بروجرز المدونين. أكيد. ولا تستطيع أن تقدم لهم أي حماية لا سياسية ولا أي حماية اجتماعية، وده أعتقد أنه هو السبب الرئيسي الذي يقلق نقابة الصحفيين ويمنعها من أن هي مخاطبة المشكلة. آخر سؤال، عام بعد حكم مضى عام من حكم الرئيس السيسي، تقييمك؟ واحد، أولا أنه لا يزال السيسي يتمتع بثقة غالبية المصريين، لا يزال المصريون راغبون في أن يأخذ السيسي فرصة. السيسي عندما أزال الغمة التي سيطرت على المصريين بحكم الإخوان المسلمين، أعتقد وضع نفسه في مكانة فريدة من تاريخ مصر. حسابه رصيده ضخم في هذا الموضوع، لم يرتكب أخطاء بالغة، ولكن على السيسي أن يعرف أن دي مش أوضاع ثابتة، ما فيش أوضاع استاتيكية، أوضاع يمكن. ما الذي تنتظره من الرئيس السيسي في عام التاني؟ أنتظر منه حاجة مهمة واحدة، أنه هو يجلي بوضوح طبيعة مكتبه، لأنه هناك كلام كثير جدا حول وجود قوة لا ينبغي إطلاقا أن تكون هناك إشباح في مكتب الرئيس السيسي. جاء بثورة حقيقية، الشعب يحبه، الشعب راغب في استمراره، وبالتالي لا ينبغي أن تكون هناك حواجز وقواطع أي حاجة. حاجة تانية، عندما يقول يقدم الرئيس السيسي وعدا، لابد أن يلتزم بتنفيذه أيا كان هذا الوعد، وإلا أن الوعد اللي قاله يبقى لا يستند إلى تقارير حقيقية، يبقى عليه أن يراجع مكتبه. تدينا مثل؟ مثل انه هو قال ان انا سافرج، المثل الشهير انه قال ان انا سوف افرج عن الشباب، واللي موضع لغط كل مصر انه انك انت قلت وما نفذتش. وانا اعتقد انه كان ينبغي للرئيس ان ينفذ قراره. البعض بيقول ما هو يمكن يكون ان اولادنا بشهم وحشين وسوف يرتكبوا مره اخرى افعال يمكن أن يقسمها القانون. أقول كان يمكن للرئيس أن يقبض عليهم، أو الأمن يقبض عليهم، والرئيس يصارح شعبه بأنه أفرج عن هؤلاء، ولكنهم لم يحترموا قرار الأفراج وارتكبوا ما يستوجب محاسبتهم من جديد. الكاتب الكبير والقامة الصحفية الأستاذ مكرم محمد أحمد، بشكر حضرتك على تشريفك لي. شكرا يا بندم. حلقة انتهت معكم، بكرة حلقة جديدة. محمد علي خير في رمضان، جر شكل على الراديو 90 90.